ليش الربط بين تعديل التركيبة السكانية والأضرار اللي الحقت بالقطاع العقاري في الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعوني جيد؟ اي نعم. الحقيقة اليوم احنا عم نتكلم عن التركيبة السكانية. التركيبة السكانية من 1980 واحنا نرتكب أخطاء كثيرة، وكانت العشوائية هذاك اليوم بإدخال كمية من البشر وافدين بأموال، وظلت الأمور سارية لبعد 90 والألفين، ما اكتشفناها، يعني نقعد نضحك على حالنا شوية، ما اكتشفناها إلا الآن لما الجائحة بانت لنا. أنا ما أعتقد أكو شيء يسمونه جائحة تباين الأخطاء الموجودة عندنا. هي إهمال، إهمال من القياديين، إهمال كان فظيع. أدخلوا ناس بأعداد كبيرة، وصلوا التعداد السكاني لأربع ملايين. أنا لما يوصل عندي التعداد السكاني لأربع ملايين أحتاج سكن لهم، أحتاج مدارس، أحتاج مستشفيات خاصة، أحتاج كثير أمور. التاجر اللي يمول الأمور الاستهلاكية مثل الغذاء والأمور الأخرى حيكون يتماشى مع هالعدد. اليوم أنا مطلوب مني كدولة أني أنزل هالعدد. إحنا بدينا بعشوائية، هل حننتهي مرة ثانية بعشوائية؟ هذا خطأ، لأن هذا يترتب على العشوائية أمور اقتصادية كثيرة. وتفضلتوا أنتوا بعنوانكم أن البنوك حتتضرر، معناته إذا تضررت البنوك حندش في معضلة لا أول ولا آخر. نعم صحيح. اليوم الاقتصادات الدولية تعتمد اعتماد، خاصة الدول الرأسمالية تعتمد اعتماد كلي على البنوك، واليوم أي ضرر بمستويات البنوك هو ضرر على الدولة نفسها. فاليوم خلينا نكون واقعيين، يجب أن تكون هناك دراسة وتبنى هذه الدراسة بطريقة سليمة وصحيحة، وعلى أساسه يؤخذ القرار بتعديل جميل. التركيبة السكانية. أستاذ قيس، اليوم ما حد ضد التعديل هذا. أستاذ قيس.